الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مع حضراتكم نواصل الحديث عن باب الهمزتين من كلمتين حال الاتفاق. ذكرنا في الحصة السابقة مذهب ورش في المفتوحتين، وعرفنا أن له في الهمزتين المفتوحتين، أي له في الهمزة الثانية منهما التسهيل، والوجه الثاني الإبدال، وهو المقدم في الأداء. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن النوع الثاني حال الاتفاق، عن المكسورتين، الهمزتين المكسورتين، مثل كما ستتضح أمامك في اللوحة: من النساء إلا، كما تلاحظ الهمزة الأولى مكسورة، من النساء إلا، وبعدها أيضا الهمزة الثانية مكسورة، وكما في المثال الآخر: وفي السماء إله، وفي السماء إله، وكما في المثال الآخر: هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن. مثال آخر: ومن وراء إسحاق، وراء إي. إذن لورش في هذا النوع من الهمزتين المكسورتين حال الاتفاق أيضا له التسهيل في الهمزة الثانية بين بين، أي بينها وبين الكسرة، أو بينها وبين الياء، لأن حركتها الكسر فتسهل بينها وبين الحرف التي أشكلت منه، أي بينها وبين الكسرة، أو بينها وبين الياء، لأن الياء هي أم الكسر. فلورش في الهمزة الثانية من هذا النوع التسهيل، والوجه الثاني الإبدال، من جنس ما قبله، من جنس حركة ما قبله. فهنا تبدل الهمزة الثانية ياء مادية، تبدل ياء مادية، وكما ذكرنا دائما وأبدا في القاعدة التي نستصحبها دائما في هذا الباب، أن على وجه الإبدال إذا كان بعد الهمزة الثانية المبدلة حرف متحرك فيكون الإبدال مع الكسر، أي نبقي على الحرف المبدل مدا طبيعيا، وإن كان بعد الهمزة الثانية المبدلة حرف ساكن فيكون المد هنا من قبيل المد اللازم المشبع، ست حركات. نقرأ معا الأمثلة ونرى هل كان في بعض الأمثلة الحرف بعد الهمز المبدل ساكن أم متحرك. المثال الأول: كما ترى، والمحصنات من النساء إلا، من النساء إلا. هنا التسهيل الوجه الأول: والمحصنات من النساء إلا، من النساء إلا، التسهيل بينها وبين الياء. الوجه الثاني الإبدال، أي نبدل الهمزة الثانية وهي همزة إلا، هنا تعتبر الثانية، نبدلها ياء مادية لكن مع القصر أم مع الطول؟ ننظر إلى الحرف الذي بعدها، نلاحظ أن اللام مشددة، ومعنى مشددة أي أنها كانت ساكنة ثم أضغمت ثم شددت، إذا يكون الإبدال مع الطول هكذا: من النساء إلا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إذا الورش في هذا المثال التسهيل الوجه الأول والإبدال مع الطول لأجل اللام المشددة
فأصلها كان ساكنا. نأخذ مثال آخر، وفي السماء إله، هو الذي في السماء إله، وفي السماء إله، التسهيل هو الوجه الأول، وفي السماء إله، المثال همزتين مكسورتين، إذا الورش فيها التسهيل الوجه الأول، والوجه الثاني الإبدال، ترى الإبدال مع الطول أم مع القصر. نلاحظ هنا أن اللام بعد همزة إله متحركة، إذا يكون الإبدال مع القصر، لأن ليس هناك ساكن بعد الهمز الذي أبدلناه، إذا نلفظ بالتسهيل ثم الإبدال مع القصر. وهو الذي في السماء إله، التسهيل، وهو الذي في السماء إله، الإبدال مع القصر كما ترون. وهو الذي في السماء إله، مثال آخر، هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم صادقين، قرأنا بالتسهيل الوجه الأول، الوجه الثاني الإبدال، الإبدال مع الطول أم مع القصر؟ مع القصر، لأن النون ساكنة كما سنلفظ الآن. هؤلاء إن كنتم، إذا في هذا المثال لورش التسهيل الوجه الأول، والوجه الثاني الإبدال مع الطول. نأخذ مثالا آخر، ومن وراء إسحاق يعقوب، الورش فيها التسهيل في الهمزة الثانية، همزة إي إسحاق، والوجه الثاني الإبدال، نلفظ بالتسهيل أولا، ومن ورائه إسحاق، الوجه الثاني الإبدال، ومن ورائه إسحاق، إذا الورش في هذا المثال التسهيل والإبدال مع المد الطويل لأن السين ساكنة. وزاد بعض أهل الأداء لورش في موضع البقرة هؤلاء إن كنتم، وموضع النور على البغاء إن أردنا، زاد بعض أهل الأداء لورش وجها آخر، وهو إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة، ياء مكسورة أي تحريك الهمزة بالياء، إبدالها ياء وتحريكها بالكسر. إذن يكون في هؤلاء إن كنتم ثلاثة أوجه، التسهيل ثم الإبدال مع الطول ثم الإبدال ياء مكسورة كما سألفظ الآن. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، هذا التسهيل الإبدال مع الطول، هؤلاء إن كنتم صادقين، الوجه الثالث في هذا الموضع وهو وجه خاص بهذا الموضع فقط، إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة، هكذا هؤلاء إن كنتم صادقين، كمان مرة هؤلاء إن كنتم صادقين، وعلى البغاء إن أردنا يكون فيه التسهيل والإبدال مع الطول لأن أصل النون ساكنة، ثم الإبدال مع القصر اعتدادا بحركة النقل
التي نقلنا فيها حركة الهمز على النون، فتحركت النون فيكون فيها الإبدال مع الطول ثم على أصل السكون، ثم الإبدال مع القصر اعتدادا بالحركة العارضة، ثم الإبدال ياء مكسورة وهو الوجه الخاص بهذا الموضع. ذكرنا أن في هذا النوع المكسورتين لورش التسهيل والوجه الثاني الإبدال، وزاد بعض أهل الأداء في موضع البقرة هؤلاء إن كنتم، وموضع سورة النور على البغاء إن أرادنا، زاد بعضهم تحريك أو إبدال الهمز الثانية ياء وتحريكها بالكسر، هؤلاء إن كنتم على البغاء إن أرادنا. والحقيقة أن موضع على البغاء إن أرادنا ومعه أيضا موضع من النساء إن اتقيتن وموضع ثالث للنبي إن أراد فيهم تطبيق كثير لأجل تحرك النون الساكنة، تارة لأجل حركة النقل وتارة لأجل التخلص من الساكنين، وهذا ما سنعرفه ونطبق عليه في الحصة القادمة بإذن الله تعالى. خلاصة ما لورش في هذا النوع في المكسورتين المتفقتين: التسهيل الوجه الأول، والإبدال الوجه الثاني وهو المقدم في الأداء. وعلى وجه الإبدال ننبه دائما إن كان بعد الهمزة المبدلة حرف ساكن فيكون الإبدال مع الطول، وإن كان بعد الهمزة المبدلة وهي الثانية حرف متحرك يكون الإبدال مع القصر. وسنطبق كثيرا بإذن الله تعالى في الحصة القادمة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين، والحمد لله رب العالمين.